أنا أقول لك أن 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 أنا أقول لك
나왔다. 나라가 고아를 통해서 인도에 억지로 도움을 내. 내가 숭례하는 성과에서 나왔다. 이것을 도움을 내겠어. 억지로 도움을 내. 그럼 도움을 하이래. 내가 도움을 도움을 받아들게. 마라이 도움을 받아. وتوقير واحترام الكبير دون لا إكرام ولا تبرير. سبحانك سبحان الله سيدا يمتنا سبحان الله إذا ما تبي وبيت وبيت تدعى سبحان. إبوا لا سبحان لا تقوم بس سبحان تقدر لا سبحان لا تقوم بس ما تقدر لا هاي كذا جدا جدا تقوم بس ما تقدر جدا كي سبحان تقدر لا تقوم بس ما تقدر لا تقوم بس ما تقدر لا. الإمام إمامنا الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. هذا الإمام أخوانا نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بمحبة الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. أما الله من يقول لك أنا أبو حنيفة أعطتني شمال المنزل الإمام سيدي لك أنا أبو حنيفة شو يقول لك أنا أبو حنيفة لماذا نحبه؟ يا رب لك أبو حنيفة لأن الإمام أحمد على السنة والجماعة. إلا على السنة والجماعة اليوم معينة. والطعن في أحد الأئمة الأربعة أو الطعن في الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى والطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تعالي ما يكتب لك تقريبا وين ما طيبا والله يكتب لك تقريبا لكن يقول لك تشرب بري والله يشرب بري من الدنيا العصري اللي هي الحربة من الدنيا العصري اللي هي السنة والجماعة على السنة والجماعة اللي هي السنة والجماعة. إذا حب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى من الإيمان. أصلاً الإمام كيف هو رجل جدّه؟ أنا كنت أقول لك كل يوم أقول لك يا كنت أقول لك الإمام لكن هو رجل جدّه وكنت أقول لك كل يوم كشوف. وانقسم الناس بهذا الإمام رحمه الله تعالى إلى مرتين وصل إلى قسم يغلو فيه حتى جعلوه أعلى من النبي عليه الصلاة والسلام. أصلاً إذا الإمام كيف هو رجل جدّه؟ رحمه الله وقسم يسر واستعمال الإمام رحمه الله تعالى. فيديو هذا لكن بارو شنا بارو تركبه ونحن نتوسط به نقول هو الإمام من أئمة أهل السنة والجماعة. أي شهادة الجنائز؟ طيب اتباع الجنائز. اتباع الجنائز وطن بدو بدي وبدو بدي يدوش كل تعال خلصهم كرامين تعال جنازة صار بدي يجي عندي هذا بيت أربعة دقة. يصلي على الجنازة ثم بعد هذا اتبعها إلى الدفن ولكن هذا يكون للرجال للنساء لأن زيارة النساء في القبور كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من كبائر الذنوب. ولا يحب الطعام. كلاكي نبدأ بنا. وش كان
نعم. ويحمد الله سبحانه وتعالى عند قرار الانتهاء. نعم. غير هذا. نعم. معادلة مع العمال. حسن. معادلة مع العمال. نعم ذكرنا أن يعني الإحسان إلى الصغير وإلى الكبير وإلى الجار وإلى الصديق وكذا. شغل كل هذا كلها. سبحان الله. ما تبي شيء. إلهام شغل كل خمسة شغل. أربعة كلها. في العقيدة هل نقبلها أو لا؟ عقيدة كثيرة
যদি বড় বড় আলেমদের কাছ থেকে কোন পরামর্শ আমরা গ্রহণ করি না তো نعم نقبلها ما قال فتوى في الجهاد هل نقبل فتوى في العقيدة ولا نقبل فتوى في الجهاد من باب أولى أن نقبل فتوى في الجهاد يا ربي أكيد الكثير والله ما شاء الله فتوى في الجهاد فتوى سيوتي لما تقول فتوى في الجهاد الكثير فتوى سيوتي لما تقول فتوى في الجهاد الكثير ثم لو قال قائل هؤلاء العلماء عندما أفتوا الآن بعدم الخروج إلى الجهاد لمنطقة كذا ومنطقة كذا أخطأ لو قال قائل أنهم أخطأ لو كان هناك خطأ فعلى من يكون الإذن لو كان هناك إذن يقول على من أفتأ إن قال فرنسا جنيه وقالي لأنه ما بيشيش على ذلك فرنسا جنيه إلا فرنسا لأنه مبتلى نقوان لدولة المبتلى هذا من المنطقة لا ما تركب معه. أرشد. أنا قليلا أرشد. أنا شكرا لك.
فكيف بمن الآن يريد الخروج إلى مبايعة بعض الناس ويقول هذا ينادي بالخلافة ينادي بالدولة الإسلامية مثلا؟ وبين هذا كيف بين أولئك كسرت بي زمن في دولة الدولة الإسلامية أشرت بسي وقال شيء بعض مرتب الدولة الإسلامية لم يكن بكي كسر قديم جزء بي أقصى تعرف على هذا الشمطة الرئيسي ثم بكي تعرف على الشمطة الرئيسي شيء إسلامي كامل أمشي بعد بسي وبعد بعد هل أي إنسان يخرج لنا اليوم ويقول بايعوني؟ يظن يتغل بلي لك قبل هذا كبعية الأرض يقومه وهناك بالخلافة الإسلامية عشان إسلامي كبير أقول شيء خرج عمر نفسي أتاك شيء قول لك بعية الأرض وبالدولة المسلمة أبصر يا مسلمة والذي لا يبايعني يموت ميت جاهلية هل يمكن أنه عندما يخرج أي إنسان وينادي نتبعه إذا معنى هذا عندما يخرج التجار نسأل الله عليه السلام يتبع الناس بهذه الطريقة؟ إنهم بدي أعمل غير ذلك في قبل طبعا لو شايف ما تقول لهم ذلك وقال 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 لابد في هذه المسائل المهمة الرجوع إلى كتاب العلماء وأن لا يغتر الإنسان ببعض الفتاوى التي تنقل اليوم. وبين جهاز المشاهد Thank you.